أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة نجوم إكسترا لأخبار الفن والفنانين. الفنانة ميس حمدان وشقيقاتها تصدمن الجمهور بهذا اللوك الغريب. فاجأت الممثلة الأردنية ميس حمدان الجمهور بنشر صور لها من جلسة تصوير جديدة مع شقيقاتها مي سليم ودانا حمدان، وذلك على حسابها الخاص على إنستغرام. وظهرنا الأخوات بلوك ذكوري إذا اعتمدنا على تسريحة الشعر القصير، وارتدينا بدلات ذكورية، وعلقت ميس على الصور ممازحة للمتابعين قائلة التالي قائلة فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطولة مي سليم ودانا حمدان. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say. والجدير بالذكر أن ميس حمدان نشرت مؤخرا فيديو قلدت فيه شخصية الجوكر الشهيرة، إذ أنها وضعت المكياج الخاص بالشخصية. With somebody living better, I'm trying to tell you that me just doing me gonna have you jealous. نشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة مشيرة إلى أن هذا الفيلم عبر عن مشاعرنا وأفكارنا في فترات من حياتنا. ميس حمدان، معلومات وحقائق لا تعرفونها عنها، نذكر اسمها حتى تتردد في أذهاننا صورة شخصيات عديدة لعبتها ونقلتها إلى شاشة التلفزيون وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. الأساسية هي التمثيل والغناء، ارتبط اسمها بشائعات كثيرة وخطيرة أيضا، واحتفظت بالعزوبية لأنها لم تجد الحب الحقيقي بعد. اسمها عند الولادة ميس عبد الجبار حمدان سليم. تاريخ ميلادها 31 أكتوبر عام 1982 ميلادي. أما عمرها 37 عاما في عام 2020. جنسية ميس حمدان أردنية، وأيضا هي حاصلة على الجنسية المصرية. مهما كان الولادة فهو في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. شقيقاتها مي سليم ودانا حمدان. ابنتها ممثلة ومغنية وأيضا مقدمة تلفزيونية. ممثلة ومغنية اسمها كاملا ميس عبد الجبار حمدان سليم، من أم أردنية جذورها فلسطينية وأب لبناني، وهي شقيقة الوسطى للفنانات دانا حمدان ومي سليم. انتقلت مع أسرتها إلى مصر وتخرجت من جامعة القاهرة بكلية التجارة، وعملت في بداياتها كعارضة أزياء في الإعلانات، تميزت منذ صغرها بموهبة كوميدية. ترتكز على تقليد الشخصيات، اكتشفها أحد المسؤولين في مجموعة MBC وقدمها خلال البرنامج الساخر CBM عام 2003.
لتقليد مشاهير الفن، حيث قلدت الكثير من الفنانات في العالم العربي واستمرت بالتمثيل وقدمت العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون. تميزت الممثلة ميس حمدان ببراعتها في التقليد وتقمص شخصيات الفنانات، وقد برز ذلك عند اشتراكها في برنامج شكلك مش غريب الذي عرض على شاشة MBC. قلدت فيه الفنانة إليسا وميريام فارس ولطيفة وذكرى وأصالة وشريهان في الفوازير وأنغام. في المقابلات التلفزيونية قلدت ميس حمدان الإعلامية حليمة بولان. قلدت أيضا أداء جورج والسوف والراقصة دينا، وقد جذبت الأنظار في تقليدها المتقن ونسب المشاهدة العالية لفيديوهاتها عبر اليوتيوب. فجذبت أيضا الأنظار معدي البرامج لتحل ضيفة في العديد من البرامج الكوميدية الساخرة، لكن بعد فترة توقفت عن التقليد كي لا يصبح التركيز على موهبتها بالتقليد فقط. اقتحمت الفن السابع مع فيلم ظرف طارئ إلى جانب الممثل الكوميدي أحمد حلمي ونور، والفيلم السعودي كيف الحال في عام 2006، وأيضا فيلم عمرو وسلمى. أثبتت ميس نجاحها وشاركت في مجموعة من الأعمال الجديدة التي برعت فيها مثل عرب لندن والمصراوية في عام 2011. أطلت ميس في مسلسل صبايا بدور كوميدي. أما في عام 2013 ميلادي كانت لها تجربة مميزة في مجال الفوازير من خلال مسلسل إيكو، وبالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل رمضاني لعبة الموت. وأيضا كان لها حضورها الإعلامي من خلال تقديمها عددا من البرامج الحوارية مثل 100 مساء. وأيضا في عام 2008 أصدرت ميس أغنية تحمل عنوان بحب اللي بحبك. أبرزت جمال صوت ميس كسابقتها أغنية فيلم كيف الحال التي كانت مع ديو مع هشام عبد الرحمن.